في حصة جديدة، فابقوا معنا لمتابعة آخر التطورات الاجتماعية والسياسية الحاصلة في تونس. تم مساء الأربعاء 7 فبراير 2007 وعلى الساعة 7 مساء إيقاف السيد الطاهر بن الحسين مدير قناة الحوار التونسية التلفزية والمشرف على موقع أفاق التونسية الإلكتروني، لما كان يقود سيارته عائدا من زيارة خاصة إلى الكاتب والصحفي التونسي توفيق بن بريك وذلك بمنطقة المنار. وعلى أثر عملية الإيقاف هذه أخذ إلى تحليل الدم، أكد أنه كان في وضع عادي، ورغم ذلك لم يخلى سبيله وقام الأعوان الذين حضر معهم ضابط سمن بتغيير آلة قيس نسبة الكحول في الدم بدعوى أن الآلة الأولى غير صالحة، ولكن النتيجة كانت هي نفسها. ومع ذلك أصر هؤلاء الأعوان على أن المعني بالأمر كان بحالة مخالفة للقانون ونقلوه إلى المستشفى، حيث تأكد مرة أخرى أن نتيجة التحليل كانت سلبية. وبالرغم من ذلك اقتدى السيد الطاهر بن الحسين إلى ثكنة بوشوشة حيث قضى الليلة، ولم يجلب إلى قصر العدالة بتونس إلا بعد ظهر الخميس حيث أطلق سراحه. ولقد أكدت الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان أن هيئتها المديرة للرابطة تعتقد انطلاقا من الملابسات التي حفت بهذه الإيقاف بأن نشاط السيد طاهر بن الحسين وخاصة ما تبثه قناة الحوار التونسي من مواضيع لا تروق للسلطة قد يكون وراء هذه المضايقة المجانية، خاصة وقد شهدت الأسابيع الأخيرة مضايقات عديدة للعاملين بهذه القناة وهي تدين هذا الاعتداء على الحرية الشخصية للسيد طاهر بن الحسين وتعبر له عن تعاطفها معه ومع العاملين بقناة الحوار، وتؤكد مرة أخرى على ضرورة الابتعاد عن توظيف أجهزة الدولة وخاصة القضاء وجهاز الأمن لتصفية الحسابات السياسية، كما تدعو مجددا احترام الحق في الإعلام الحر. كما أصدرت اللجنة من أجل احترام الحريات في تونس بيانا نددت فيه بإيقاف السيد طاهر بن الحسين، وهو نفس الأمر الذي ذكره صحفيون بلا حدود وعدة منظمات صحفية وحقوقية أخرى. هذا وقد كثف أعوان الأمن التونسي من مراقبة صحفي القناة وملاحقة تحركاتهم، وإذ تندد القناة بهذه الممارسات التي تطال الكلمة الحرة والتي هي قوام الوطن الحر. شن أساتذة التعليم الثانوي بالقيروان المدينة إضرابا عن العمل يوم الاثنين 12 فبراير، وذلك احتجاجا على إيقاف السيد الفارسي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي بحجب العيون عن العمل، وكذلك على توتر المناخ التعليمي بسبب ممارسة الإدارة الجهوية للتعليم. وقد حقق الإضراب نسبة نجاح تفوق 80% بكل المعاهد رغم المحاولات العديدة من طرف السلطة لإفشاله. وقررت النقابة العامة إعلان إضرابات احتجاجية بكل معاهد ومعتمديات القيروان خلال هذا الأسبوع، وستتوج بإضراب لكل قطاعات التعليم الأساسي والثانوي والقيمين والعمل بجهة القيروان يوم 20 و21 فبراير 2007. ولقد ورد في بيان الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان: نحن أعضاء المجلس الجهوي المشترك للقطاعات التالية: عمل التربية، التأطير والإرشاد التربوي، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي. المجتمعين اليوم 8 فبراير 2007 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان ندين الهجمة الشرسة التي يقودها المدير الجهوي للتعليم على حق ممارسة العمل النقابي وعلى النقابيين منذ توليه مهامه بالجهة، وآخرها الإيقاف التعسفي عن العمل للكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالحاجب. ونشب هذا التوتر في الجهة على أثر تعرض الأستاذ السيد الفارسي وهو كاتب عام لنقابة التعليم الثانوي بحاجب العيون لإيقاف تحفظي عن العمل، وذلك أثر نقاش دار بينه وبين المدير الجهوي للتعليم بالقيروان لما كان هذا الأخير بصدد تنصيب مجلس المؤسسة بقاعة الأساتذة في غياب الأساتذة، حيث حاول السيد الفارسي شرح الموقف النقابي الرافض لهذا المجلس بصيغته الحالية، وذلك إلى حد استكمال التفاوض بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي. وفي خبر متصل بالنضالات العمالية، نفذ عمال معمل عجين الحلفاء والورق بالقصين إضرابا داخل المؤسسة ضد خصوصتها والتفويت في أجزاء من هذه المؤسسة، وتم الإضراب بدعم الاتحاد الجهوي بالقصرين، كما تم على أثر ذلك التراجع في الخوصصة، ولكن لا تزال فكرة تقسيم المؤسسة واردة. ولتوضيح المسألة كان لنا لقاء مع السيد الشادلي تليلي نقابي قاعدي
فلنستمع إليه. شاد تليلي نقابي قاعدي بمعمل عجين الحلفاء والورق بالقصرين، في اليوم الجمعة الفارط قمتم بتحرك نضالي اعتصام بداخل المعمل، تحديدا ما هو السبب الذي دفعكم إلى ذلك؟ السبب طلعت في جريدة الحرية وأنا نعمل تحت للخوصة، جريدة الحرية هي جريدة الحزب الحاكم في طبيعي، باش يرفع في راس ماله ب 35% في القطاع الخاص، وفي ان الواحد باش توقع تفويت في بعض قطاعات داخل اجزاء منه داخل المعمل. قمنا باضراب يوم الجمعه، اضراب اولي، وبعدين بعد اضراب طلب السلطه الاشراف بالقفرين، طلبت انا بتسمع فيها اسمع فيكي، طلبت سلطة الاشراف من رئيس المدير العام بشي ومن النقابه باش يتقابلوا اليوم، تلقاوا معناها في مركز الولايه، وقمنا نحن في ان واحد باضراب داخل المؤسسه اليوم باش ندعم الاتحاد الجهوي، والاتحاد الجهوي مشكور صدر بيان ضد كل اشكال الخوصه، وقع تراجع فيما يخص ترفيع خصص المعمل، وفيما يخص ترفيع حتى في راس المعمل هذا. معناتها الاشكال في البدايه كان الخوصصة بعض الأجزاء من المعمل مثلا، هل هناك نية لبيع مثلا الشاحنات إلى غير ذلك؟ قلت لك انا من بين الاجزاء اللي طلبوا هذا، من بين الاجزاء اللي وقع الاستغناء عليها مثلا الكاميونات، قاموا عندنا 20 كاميون معناها في المعمل، معناها وقفوهم ما عادوش يخدموا، وش اسمه وعملوا دي كونترا، عملوا اتفاقيات مع شركات حره. لكن بطبيعة التحرك نتاعهم كان مدعوم من الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد الجهوي، لكن بعد الإضراب صارت جلسة بين النقابيين وبين الجهات عامة، أسفرت، شنو كان النتيجة نتاعها؟ أسفرت وقع تراجع، يعني قلت لك وقع تراجع على فيما يخص الخوصة، فيما يخص ترفيع راس المال اللي باش يكون من خواص، هذه أولا، وثانيا فيما يخص الإفراق هذا. الإفراق معناتها تقطيع المعمل إلى أجزاء، تقطيع المعمل والتفويت فيها وإلى أجزاء وتسليمها للخواص. احنا رفضنا حتى الإفراق بالشكل هذا، وتراجعوا وصدر بيان معناها من النقابيين ومن السلطه الجهويه ومن الاتحاد وصدر بيان وقع فيه تراجع على الترفيه في راس المال وعلى خصوص المعمل، لكن ما وقعش تراجع على الافراق، وخلونا فرصه باش نهار السبت يوقع اجتماع عام داخل المؤسسه وش اسمه ويستشيروا العمال في ما يخص الافراق هذه، وهذه خطوه نعتبرها بالنسبه للعمال والنقابيين متمسكين بعدم الافراق. متمسكين بالافراق، لانه الافراق احنا متمسكين، وانه الاجزاء من المعمل لا يمكن خوصتها داخل المؤسسه. احنا مع مؤسسه وطنيه موحده وتابعه للقطاع العام. الأستاذ شادلي تليلي نقابي قاعدي، شكرا لك وإلى اللقاء فرصة قادمة. شكرا أخوي، شكرا. نظم اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل تجمع احتجاجي يوم 13 فيفري من أجل الحق في الشغل، ولكن البوليس كان لهم بالمرصاد فتم الاعتداء على عدد منهم. أما في المعهد الأعلى للصحافة وعلوم الإخبار فقد تم منع الندوة بسبب الصحفي لطفي الحجي، ولمتابعة هذه التحركات والتطرق إلى تظاهرة نظمها الحزب الديمقراطي التقدمي كان لنا الاتصال مع الزميل أيمن الرزقي، فابقوا معنا. في الآونة الأخيرة باعتبارك موجود على عين المكان في تونس، ما هي آخر الأحداث أو أهم الأحداث الحاصلة؟ شكرا لطفي. بالنسبة للتحركات الطلابية وهي تشهد الساحة الطلابية حركية
تتزامن مع احتفال الطلبة بالذكرى 55 من تأسيس الاتحاد و 35 لحركة سبج 72 المجيدة. في معهد الصحافة وهو الأكثر حركية هذه الأيام تتواصل تحركات الطلبة من أجل تحسين مستوى التكوين الأكاديمي وضمان أفاق الشغل بعد التخرج. وفي هذا الإطار عمل نادي صحفي المستقبل على تنظيم ندوة حول مهنة المراسل الصحفي، وقبل هذا طلب بالموافقة المبدئية من طرف إدارة المعهد التي سرعان ما تراجعت في موقفها بسبب مشاركة الصحفي لطفي حجي مورث القناة الجزيرة ورئيس نقابة الصحفيين في الندوة المزمع عقدها. وقد احتج طلبة الصحافة على هذا القرار التعاطفي بما فيه من اقصاء للزميل لطفي حجي على خلفية نشاطه النقابي وانفراد السلطة بالرأي عكس ما تردده في خطاباته حول الانفتاح وتشريك الجميع في صياغة القرار. لكن الزميل أيمن، الإدارة التي أقرت هذه إمكانية عقد مثل هذه الندوة، هل احتجت على هذا المنع؟ من الواضح أن الوزارة هي اللي منعته، إدارة الكلية. إدارة الكلية هي اللي منعت هذه الندوة لأنه فيها يعني الزميل لطفي الحجي، وهو يعني معروف بأنه يعني من غير المرغوب فيها من طرف النظام في تونس. هذا هو السبب يعني الحقيقي. من ناحية الأنشطة الاجتماعية والنضالات نتاع الشباب في الآونة الأخيرة، يظل اليوم شهدت العاصمة أحداث قام بها اتحاد أصحاب شهادات المعطلين على العمل. فعلا لطفي، يعني اليوم تواجه يعني 8 مناضلين من اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين على العمل إلى مقر وزارة التربية والتكوين في بلاد، مطالبين بملاقاة رئيس الديوان بالوزارة. وقد قبل طلبهم بالرفض، وأمام إصرارهم على حقهم في التواصل مع مسؤولي وزارة التربية تدخلت قوة الأمن وقامت بتعنية المناضلين أمام المرأة ومسمع المرة الذين نساوهم سخط وغضب شديد من جراء الطريقة التي يعامل بها أصحاب شهادات جامعية في كونة القانون والمؤسسات. الطلبة أو المعطلين عن العمل أصحاب الشهادات اللي تعرضوا للاعتداء اليوم، فماش شكون تجرح، فماش شكون صرح إلى وكالات أنباء حول الوضعية؟ فما زميل يعني بجانب بن عبد الله كان تعرض للاعتداءات، كذلك سالم العياري اعتداءات يعني بالعنف الشديد، نفس الشيء يعني بالنسبة لشريف الخرافي. ويعني تقريبا الثمانية المناضلين يعني نالوا يعني قسط وفير من الضرب والركل والسب والشتم مثل ما تعودوا بذلك، لكن على حد تعبيرهم انه كل ما يقوم طلبهم بمثل هذا العنف ازدادوا ايمان بان مطالبهم صادقة وهم على ثواب. الزميل ايمن، في خبر غير متصل بصورة مباشرة بما كنا نستمع إليه من قبلك في الآونة الأخيرة، في تحديدا في البقاع المقدسة، وعلى خلفية ما وقع من مشكل ما يسمى بالحفريات في الأماكن المقدسة في تونس، هل لاحظتم بعض التحركات؟ لأنه في الدول العربية الأخرى وقعت بعض التحركات الشاجبة لهذا العمل، في تونس هل هناك تحركات في على هذا الموضوع بالتحديد؟ اكيد لطفي، يعني الشعب التونسي هو جزء لا يتجزا من الشعوب العربيه والاسلاميه والانسانيه بصفه عامه، فيعني ثم هناك حاله غضب شديد من الشعوب جراء هذه الاستفزازات. يعني ويعني على الناحيه السياسيه تجلى يعني اجتماع عام نظمه الحزب الديمقراطي التقدمي بمقره تحت عنوان القدس خطر. هذا الاجتماع حضره ممثلين عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، السيد نادي جمعه ممثل سفاره فلسطين بتونس، كذلك السيد ابراهيم ابو ابراهيم ممثل جبهه تحرير فلسطين، السيد ايضا حمد الهمامي الناطق الرسمي لحزب العمال الشيوعي التونسي، والسيد احمد الخاصوتي عن حركه الديمقراطيين الاشتراكيين. نادت يعني في هذا الاجتماع السيده ماير جنيبي الامينه العامه للديمقراطيه التقدمي بضروره تنظيم تحركات احتجاجيه ميدانيه وتكوين لجنه مغاربيه لانقاذ القدس. هذا وقد طالب السيد حامد الهمامي بمقاومه كل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم الشعب التونسي لنضال الشعب.
دائما شكرا لك على هذه المراسلة القيمة وإلى اللقاء. تلقت قناة الحوار التونسي من قبل عائلة الغالية نداء التالي: إعلان اختفاء أو اختطاف من قبل الأمن. إن ابننا ياسر الغالي من مواليد سنة 1978 في سوسة، بعدما دعي من طرف مصالح الأمن بسوسة يوم الأحد والاثنين 14-15 جانفي وأطلق سراحه في كل يوم، قد غادر منزلنا منذ يوم الخميس 18 جانفي 2007 مصحوبا بثلاثة أشخاص مجهولين يدعون أنهم من الأمن ويمتطون السيارة غير إدارية، ولم يعد كما أنه لم يتصل بأهله ولا بأصدقائه. وبما أن مصالح الأمن في سوسة أفادتنا بأن اسمه لا يوجد ضمن قائمة الموقوفين لديها، فأننا ندعو ذوي الضمائر الحية والمسؤول ممن قد يراه في أي مكان، أولا أن يعلموه أن خاله فريد الخنتوش قد وفاه الأجل في باريس يوم الأحد 21 جانفي، ودفن جثمانه في قصر هلال يوم الأربعاء 24 جانفي، وأن أخاه الهادي الغالي السجين السياسي منذ أكثر من 16 سنة لم يحضر هو الآخر موكب الجنازة لأنه لم يطلق سراحه بعد رغم نداءاتنا المتعددة. ونحرص على عودة ياسر والهادي إلى البيت قبل إحياء أربعينية خالنا العزيز علينا رحمه الله. ثانيا، أن يعلموا مصالح الأمن بمنطقة سوسة بمكان وجوده وظروفه المادية والمعنوية. لا تزال حملة الجمعيات الموالية للنظام في حج حملتها التي كان قد افتتحها من قبل السيد عبد العزيز بونديا عبر نداءات منادية بترشح السيد زين العابدين بن علي إلى ولاية الخامسة سنة 2009. ومن بين الجمعيات التي نادت بذلك هذه الأيام رابطة الجمعيات القرآنية والتي أشادت بعناية الرئيس بالإسلام. هذا وتعتبر أهم الأحزاب السياسية التونسية والشخصية المدنية أن ترشح لولاية خامسة يدلل على عودة الحكم مدى الحياة في تونس، والذي يذكر الجميع بما آلت إليه الأوضاع في تونس نتيجة الحكم مدى الحياة، وهو ما يعتبر عفوا تراجعا عما ورد في بيان 7 نوفمبر من سنة 1987. حضر الأستاذ الجامعي والمختص في علم الاجتماع بالعيد أولاد عبد الله بن كارثة قد تلحق الأسرة التونسية من تفكك وأزمة تطال المجتمع بأسره، ويعود ذلك إلى ما بلغته تونس من نسبة طلاق بلغت 11,000 حالة كل سنة، واحتلت تونس بذلك المرتبة 14 عالميا. وتبين هذه الحالات مأساة كبيرة بالنسبة للأطفال والعائلات المعوزة التي لا تقدر على تحمل المسؤولية في مثل هذه الأوضاع، وتدلل على فشل النظام في عدم قدرته على رسم سياسة أسرية متوازنة وحماية الأجيال من تأثيرات هذه الظواهر الاجتماعية. جرت مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري مظاهرة بباريس دعا لها منظمات تقر بالحق في تحديد الشعوب لمصيرها بكل استقلالية. وتجري هذه الحركة الاحتجاجية تحت شعار ضد الاستعمار الجديد في إفريقيا، وذلك ردا على انعقاد القمة 24 لرؤساء الدول الفرانكو إفريقية أيام 15-16 فبراير بمدينة كان. وتعتبر هذه القمة من بين أهم القمم التي تدعم الأنظمة الدكتاتورية في إفريقيا، كما تعتبر تدخلا صارخا في مستقبل الشعوب الأفريقية. تعرض المناضل الجمعيات فريد الخنتوش إلى أزمة قلبية وفاه الأجل بسببها، وقد ناضل المرحوم في صفوف كل من اتحاد العمال المهاجرين التونسيين بباريس وكذلك بالفيدرالية التونسية لمواطني الضفتين. وأن قناة الحوار التونسي تواسي عائلة الفقيد وأصدقائه وتتمنى لهم الصبر في فقدان العزيز عليهم فريد الخنتوش. مشاهدي قناة الحوار التونسي، أهلا وسهلا بكم. أسبوعين تقريبا بعد أن تم الاعتداء على الزميل أيمن الرزقي صحفي في قناة الحوار التونسي، تم التعرض له من طرف مجموعة من الأعوان الأمن في الدندان، في منطقة الدندان، وقع الاعتداء عليه بالترهيب وبالعنف، وقع حجز وثائق الشخصية وآلة التصوير.
بعد هذا وتحديدا يوم الأربعاء 7 فيفري 2007، الزميل مدير قناة الحوار التونسي السيد أطار بن حسين يتعرض إلى حادثة غريبة. السيناريو هو الآتي: يقع إيقافه من طرف دورية لأعوان شرطة المرور، التهمة السياقة في حالة سكر. طبعا التحريات يعني الفحوصات التي أجرت عليه كلها سلبية، لم تثبت عليه تهمة السياقة في حالة سكر، ورغم ذلك تم احتجازه في السجن بوشوشة لمدة ليلة كاملة قبل أن يقع إطلاق سراحه في اليوم الموالي. معنا اليوم الزميل أطار بن حسين ليعطينا أكثر تفاصيل على هذه الحادثة. زميل أطار بن حسين، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. كيف تم إيقافك؟ كيف تم احتجازك؟ ما هي الأسباب الظاهرة؟ ما هي أسباب الباطنة؟ في اعتقادك ما هي الرسالة التي أرادت السلطة توجيهها لقناة الحوار التونسي ولإدارتها من خلال احتجازك لمدة يوم ثم إطلاق سراحك في اليوم الموالي؟ والله بدون تهويل، لأن الواقع ما تحتاج إلى تهويل، يمكن القول بأن هذه الحادثة البسيطة في حد ذاتها يمكن قراءتها بشكلين مختلفين. الشكل الأول هو ما يمكن اعتباره بقراءة حسنة النية، يعني أن حادثة يمكن أن تحصل لأي مواطن عادي ويجب التنديد بها، وقراءة ثانية هي قراءة سيئة النية، أنه يعتبر الإنسان أنه كان مقصود بها رجل يعمل في الحقل السياسي والإعلامي، وهذا العمل يعني غير مقبول أو غير مرضي عنه من قبل السلطة. فخلينا نشوف أولا القراءة حسنة النية، يعني قراءة إنسان يقول هذه حادثة حصلت المواطن مثل أي مواطن عادي، يوقفوك دورية شرطة، يشوفوا الأوراق، الأوراق كاملة ونظامية ما فيها حتى خلل، يقولوك باش نفحصوك لكشف ما إذا أنت تسوق في حالة سكر أو لا، يجيبوا لك البالون الأول تنفخ فيه سلبي، ربع ساعة أخرى يجيبوا لك بالون آخر يقول لك انفخ فيه سلبي. زميل طاهر، يعني هل كانوا أعوان شرطة المرور، أعوان عاديين، أم كان هناك في المكان يعني سيارات لأجهزة خاصة بأمن الدولة أو بالبوليس السياسي أو شيء من هذا القبيل؟ في الأول كانت دورية أمن عادية مثل كل الدوريات اللي معهودة، وبعدين جاء ضابط سامي يعني برتبة عقيد هو اللي أشرف على العمليات كلها. خلينا نكمل الحادثة مثل ما يمكن أن تقع لأي مواطن عادي. يسلطوا عليك كشف الخمور أو الخمر في الدم، أول مرة يطلع سلبي، ثاني مرة ربع ساعة من بعد نفس الكشف يطلع سلبي، رغم ذلك تقتال إلى مركز الأمن ويحرر ضدك محضر بحث وتساق إلى مستشفى ويتم معنى أخذ عينة من الدم وفحص هذا الدم، وقبل الحصول على نتيجة فحص الدم تودع بالسجن. يعني المواطن العادي يعني لا يستحق هذه المعاملة، إذا حصلت، إذا اعتبرنا أنه هذه الحادثة تخص مواطن عادي، هل أن المواطن العادي يستحق هذا الظلم؟ لأنه تفحصه مرتين تطلع سلبية، تهزه المستشفى تنتظرش حتى تطلع نتيجة فحص الدم في المستشفى وتودعه بالسجن. إذا افترضنا أن الحادثة هذه تخص مواطن عادي مثل كل الناس، فهذا ظلم يجب التنديد به. لكن حسب قراءتي أنا فما احتمال كبير أن الحادثة لا تخص مواطن عادي. فطبعا أنا وقفت في دورية شرطة، كشفوا الأوراق، الأوراق منظمة، وبعدين عون الأمن اللي أخذ الأوراق بتاعي طبعا بالتليفون، هم يتخابروا بالتليفون يقول له فلان فماش برقية تفتيش فماش كذا، هذه معهودة ما نسأل معهودة. فالظاهر أنه قالوا له السيد هذا خليه حتى جاء الراجل بكل أدب
قال لي سي طاهر وراك رجلة، لكن المسؤول نتاعي جاي فما اجراءات اخرى. قلت بيه بلك اجراءات اخرى. ربع ساعة بعد جاء ضابط برتبة عقيد في الشرطة جاني انا، قال لي بكل ادب دائما بكل ادب، قال لي نعتذر لين اخرناك شوية، لكن فما اجراءات اليوم جاتنا من مدير الامن لفحص نسبة الكحول في الدم لكل الناس يراقبوه. قلت ما فيش مشكلة، أنا إذا إجراء عام فأنا طبعا حاضر. قلت تفضل. قال لي لا ما عندناش البالون، ما عندناش معنا. قلت كيفاش يعني مدير الأمن يؤمر بإجراء فحوص على كل الناس سواق سيارات وما عندكمش تمارا؟ قال لي هم شي ربع ساعة بعد جاءوا سيارة شرطة وفيها عاونين وفيها البالون هذا التست. قال لي وفقت في الأحد شافها سلبي فما شيء. طبعا مؤشر منها سلبي. إيه طبعا هي تحمار وتخضار وكذا ما تعطيك اللي يعني. فما شيء. السيد الضابط تقلق شوية كأنه ما كانش يتوقع أنه النتيجة سوف تكون بهذه الطريقة بهذه الحالة. خاب ظنه على ما أعتقد، يعني التعليمات هو أن يوقفك في حالة سكر حتى لو كنت خارج من المسجد. قال له انزل عليها، انزل عليها دائما سلبي. جاني قال لي الموديل اللي عندنا هذا ساعة ماهوش مضبوط مليح. قلت شنو حل؟ قال لي هو باش نطلب موديل اخر. قلت له عليه؟ قال لي خاطر هذه ماهيش مضبوطة. بالك الاجراءات كيك. ربع ساعة انتظر في السيارة، جاء سيارة اخرى في اثنين اعوان من الشرطة وفي مجموعة أخرى متاع الكوتس. جابي واحدة نفس الشيء انفخت فيها نفس الشيء سلبية، يعني في خلال نص ساعة تعمل فحصين للكحول في الدم في النص ساعة والفحصين تطلع بنتيجة سلبية. فالسيد الضابط تقلق شوي، مرتين تطلع سلبية تقلق. قال لي سيدان خلي السيارة متاعك على الحافل الطريق هاو العواني يحرسوها ويجي بتفضل معانا المركز. قلت عليها أخوي، قلت له تعمل فحصين وسلبي ونجي معاك عليه. قال لي الغالب الإجراءات هيك مش نعمل محضر. محضر شنو؟ قلت محضر شنو إذا كان الوراق مريقة واثنين فحوص بتاع الكحول سلبية شنو المحضر ده؟ قال لي أنا إجراءات. قلت تفضل. سكر السيارة ومشيت معاهم المركز. في المركز عاون قعد وراء الماكينة تاع الطباعة تاعه وقعد يطبع، عارف شو يطبع لأنه ما سألني حتى سؤال، يطبع وبرا شي صيف ساعة هو يطبع. وربما كان يقرأ في أفكارك. يقرأ في أفكاره يديك قصة حياته ما نعرفش عارف شو الموضوع اللي قاعد يكتب فيه. بعدين فهمت. بعدك صيف ساعة جاء واحد بسيارة حلو الباب زي مدني تلمحت وكأنما من الضفة الغربية، الضفة الغربية سميها أمن الدولة، هاي الضفة الغربية. جاء اختلى بالسيد العقيد ربع ساعة في المكتب بتاعه، وبعد جاء السيد العقيد قال لي باش نهزوك المستشفى تعمل عينة من الدم. قلت عليه العينة من الدم ياخذوها عندما الفحص الأول بالبالون والفحص الثاني بالبالون يؤشر على أن أنت قربت الحد الأقصى المسموح به. قال لي هيك. قلت تفضل. مشيت مع الأعوان المستشفى أخذها عينة من الدم، لكن ما راعني إلا أخذها عينة من الدم بدون انتظار نتيجة الفحص ولا حتى شيء. قال لي نمشي نرجع. رجعنا شفت الطريق تبدل، مش الطريق المؤدية إلى مركز العمران. قلت له وين مشي؟ قال لي جات برقية من نائب وكيل الجمهورية يأمر بالاحتفاظ بك بطاقة إيداع. قلت له يا رسول الله بطاقة إيداع في شخص أوراقه مريقلة وفحصين من البالون سلبي وتهزوه المستشفى تاخذوا عينة من الدم بدون تنتظروش نتيجة الفحص الدم تحطوه في السجن
شنو هي الطريق؟ قال لي خويا الرد التعليمات تحطك في السجن، حطك في السجن. زميل طاهر، في هذه اللحظه تحديدا حسيت ان المساله تتجاوز تهمه السياقه في حاله سكر، وان نيه اعتقالك هي نيه مبيته، ام انك فهمت هذا يعني من منذ البدايه، منذ بدايه الاحداث؟ والله بديت نفهم وقت اللي جاء السيد من الضفه الغربيه، وقت اللي جاء هو دخل واختلى، جيت تفهم الحكايه فيها شك. قلت مش معقوله خي مواطن عادي يشدوه يجيبوا له عقيد من الجيش وواحد من امن الدوله وواحد من كذا، ومعناها وهل لا اعتقد ذلك، لانه اذا كان كل مواطن عادي يمسكوه او يشكوا في كونه يسوق في حاله سكر ويجيبوا له الهيلمه الكل، معناها لازم معناها عدد قوات الامن تاعنا لازم نضربها في ثلاثه حتى تكفي. المهم سيدي رقدت في بوشوشة في ظروف، يعني في ظروف أنا كنت دخلت بوشوشة نسيت وضعي، أنا شفت وضع الناس اللي غاديك اللي هم معتبرين مثل الحيوانات، وهذا لا يليق لا ببلادنا ولا بالنظام نفسه، أنه الناس معاملون معاملة الحيوانات بعد 50 سنة من الاستقلال. المهم هذه نحكيها مرة أخرى. رقدت في بوشوشة، الصباح رجعوني مركز الامن تاع المرور تاع العمران. في ما تمش استدعاءك في بوشوشه كيف عن التعاون؟ لا شيء رقدت مثل كل موقوفين. الصباح رجعوني لمركز المرور تاع العمران، شفت 4 اعوان من امن الدولي. شو الحكايه؟ انسان متهم بمؤامره ومتهم بالسياقه في حاله سكر. واحد منهم عرفني قال لي صباح الخير استاذ صباح. قلت والله الذهبي انت ادرى اذا انا صفاء ولا اضحك وخرج. شو الحكايه؟ معناها اعوان امن الدوله في قضيه الشك في كون مواطن عادي يسوق في حاله سكر او غير سكر او تحت تاثير الكحول. قعدت في المركز المرور مع امن الدوله داخلي وخارجين، انتظر ساعة ساعتين ثلاثة، وبعد قلت أخوي شو البرنامج بقية البرنامج شنية؟ قال يا أخي نستناو في نتيجة تحليل الدم جينا المستشفى. قلت له كيفاش هو تحليل الدم تاع السكر راهو مثل السكر، ما تخلي فيه شريط هكا يعطيك قداش الوقت؟ قال لي تقريبا يظهر محضر ذي ساعة. أي سيدي قاعد نستنى في ماضي ساعة جاء واحد نقيب فرحان شوية، قال لي هاني استاذ ماشي أنا شخصيا ماشي في جيب تحليل الدم ماضي ساعة هذه. قلت باهي بارك الله فيك. ماضي ساعة وربع جاو 2 أعوان 2 أعوان، قالوا تفضل معنا. قلت له وين؟ قال لي باش نرجعوك البشوشة. قلت يا اخويا هاو قال السيد نقيب اللي بيمشي جايب هو النتيجه نتاع فحص الدم. قال لي يا اخويا تعليمات رجعوك البشوشه. قلت الحكايه معقده، ووقتها فهمت اللي المساله ماهيش مساله نتاع المواطن عادي نتاع الشك في كونه يسوق تحت تاثير الكحول. قلت اذا امن الدوله موجود في المركز الشرطي وهالتعقيدات هذه كلها ماشي وجاي، والنتيجه اللي كان المفروض تحصل عليها في خلال الدرج تحصل عليها في خلال 24 ساعه وما جاتش، انا بديت فيها شك. وقلت بصراحه قلت اكيد باش يترفقوا تحليل الدم وباش يطلعوا لي النتيجه، معناها كونه هذا يسوق في حال سكر. مشيت رجعت البشوشه، قلت بون الحكايه باش تطول، خلي على الاقل نرتاح. رقدت ماضي ساعة قد ما راعني إلا في ماضي ثلاثة جري ركض فيقوا فيه أطلع والآخر رماني في الكهرباء وفك السيارة نتاع الأمن معنا في السني عيطوا عليه وين وصلت الواحد يكلم فيه بكتلك وينك الواحد يقول وصلنا أدري شنو الرابطة وصلنا أدري شنو، يقول فيسع جيب قدام بوعود جيبوا البعون ديريكتومون البعون. عيات وصياح وشو الحكايه؟ شو الحكايه؟ وكأن حاله تهريب، يعني وكأن وقع تهريبك من السجن. تهريب تقريبا تهريب من السجن.
تقريب تهريب معناها المسافة بين بوشوشة ومحكمة تونس دامت 7 دقائق. السيارة الشرطة داخلة في الناس الكل، قلت شو الفاجعة الكبرى. دخلت الجسم طول، دخلني المكتب نائب وكيل الجمهورية، واقف دامت المقابلة 30 ثانية وربع، واقف قال لي نتيجة التحليل الدم سلبية ولهذا تروح على الروح. يعني هل كانت إجراءات محاكمة عادية أم أنه مجرد أنه وقع تأشير لك بأنك لست في حالة سكر ويمكن أن تغادر مكان؟ مش محاكمة، مثلا المحاكمة تصير إذا ثبتت إدانة الشخص. أما هذا أنا واقف قال لي نتيجة فحص الدم سلبية تروح على الروح. قلت له بارك الله فيك وطلعت. تربطها بالحادثة اللي صارت لزميلنا أيمن الرزقي. أيمن معناها كان يتابع فيه إلى أن دخل المقر متاع التكتل، خرج من مقر التكتل متابع من قبل عون من أمن الدولة، وصل للدندان استنجد داخل بعونين آخرين، وده هو فكروا كل أغراضه وكل اللي عنده من الساكن تاعه كله فكوها بما فيها الكاميرا وكل، وقال له بالحرف الواحد قال له أنت تخدم في قناة الحوار تو نوريك شو الحوار، وفكروا الكاميرا. مشيت أنا مع زميلنا أيمن، مشيت لمركز الأمن باردو مركز أمن دندان، قال لي بالحرف الواحد قال لي ما عندناش عوان أمن بالصفات اللي ذكرتها، وما عندناش عوان أمن على موتو، وزميلك تعرض إلى تحيل، ولهذا إذا تحب تعم ترفع قضية في التحيل. وقتها فهمت إنه الموقف تبدل شوية، وأنه قرروا أن يمنعوا نشاطنا بكل الوسائل المتاحة إليها. في رأيك زميل طاهر، يعني لماذا كل هذا الإصرار على منع قناة الحوار التونسي من أداء رسالتها الإعلامية؟ قناة الحوار التونسي يعني لا تزور الحقائق، لا تنقل حقائق من خارج هذه البلاد، لا تنقل صور ومشاهد من 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 مدينة أخرى وتلفقها على أساس أنها من تونس، هي تنقل الحقيقة. الإعلام دائما في أي زمان ومكان هو مرآة للواقع. يعني إذا كان هناك قبح في الواقع وقبح في سياسة الدولة، فلماذا تسعى لكسر هذه المرآة؟ لماذا لا تسعى ربما إلى تقويم صورتها؟ لماذا هذا يعني التشنج في التعامل مع قناة الحوار التونسي ومع صحفي قناة الحوار ومع إدارتها؟ حسب رأيك؟ حسب معلوماتي أنه فما شق واسع من السلطة، لا أقول كل شق واسع من السلطة لا يقبل لا إعلام ولا حوار ولا معارضة ولا رأي ولا تعبير ولا مواطنة، وهذا غير مقبول إطلاقا، لأنه إحنا نعيش في القرن 21، إحنا مواطنين أبن عن جد في هذه البلاد، عنا الحق في التعبير، عنا الحق في التنظم، عنا الحق في العمل السياسي، وسوف نمارسه. زميل طاهر، ربما سؤال أخير، هل ستواصل قناة الحوار التونسي في نفس التمشي، في نفس الجرأة، نفس الرسالة الإعلامية، نفس المضمون ربما رغم هذه التضييقات؟ إنه إحنا كل العمل اللي نقوم به اليوم هو عمل قانوني وليس خارج القانون. فالسلطة طبعاً ما تنجمش تقول لك سكر قناة الحوار أو تحاكمك من أجل قناة الحوار، لأنه هي تكون خارج وقع القانون. إحنا نطبقه في الحقوق، على نمارس في حقوقنا الدستورية اللي هي أعلى من أي قانون. إذا ما تنجمش أنت تعمل دستور ينص في الفصل 8 من الحريات العامة وكذا، وتعمل قانون يتناقض مع النص الدستوري. ففي حالة تناقض مع النص الدستوري، الدستور هو اللي يعلو، وإحنا قاعدين نمارس في حقوقنا الدستورية، والنظام يعرف هذا. يعني يمشي يجي يحاكمك بأنه مثلا عامل قناة تلفزيونية، عندك قناة تلفزيونية من حقك أن تعمل، يجي يخلق لك مثلا أما بتجني وبالتعنيف اللي صار على أيمن واللي صار عليك أنت أيضا، أو باختلاق قضايا مثلا حق عام أخلاقية أو حق عام أو كذا، أو هذه الوسائل اللي بقتل للسلطة لكبت الحريات ولمنع حرية التعبير. هو هذه الأحداث
يعني تزيدنا عزم بأن بلادنا تحتاج إلى التمديد بهذه الوسائل، ولمنع تجدد هذه الطرق وهذه المعاملات يجب أن تخلق عشرات من قنوات الحوار. للأسف الشديد تعرف إمكانياتنا محدودة، لكن رغم محدودية إمكانياتنا احنا قارين العزم على أن نستمر وأن نبذل كل ما في إمكاننا من أجل حرية إخواننا المواطنين ومن أجل حتى رقي بلادنا. زميل طاهر بن حسين مدير قناة الحوار التونسي، شكرا لك. الكلمة الحرة أساس الوطن الحر، هذا هو شعار قناة الحوار التونسي. قناة الحوار التونسي ستواصل في رسالتها الإعلامية الصادقة المستقلة النزيهة، بعيدا عن كل تشويه وبعيدا عن كل تصفيد حسابات. هي مرآة للواقع، ربما تنقل الحقائق التي لا تنقلها وسائل الإعلام الأخرى. مشاهدي قناة الحوار التونسي، شكرا جزيلا على المتابعة، نلتقي في حوارات أخرى، إلى اللقاء. احتضن فضاء منتدى الجاحظ ندوة عشية السبت الماضي لمناقشة الأثر الجديد للدكتور هشام جعيد تاريخية الدعوة المحمدية. وقد تعددت الرؤى النقدية الموجهة لموضوع الكتاب لما يكتسبه من أهمية من قبل الحضور الذين ذاق بهم مقر المنتدى. قناة الحوار التونسي كانت في قلب الحدث لتنقل لكم أهم ما جاء في هذه الندوة والنقاشات الثرية التي أفرزتها تدخلات الحضور، نتابعها من خلال التقرير التالي. انت تكتب على الرسول راه ماشي استثناء، انت ماشي مرجع علمي، هما ناس ذكرتهم بكثرة موجودين تقريبا منتصف القرن العشرين 1950، لم يكتب واحنا توا بعد منذ أكثر من نصف قرن أو أكثر، لم يكتب شيء جدير باعتبار علمية بأية لغة بعد وعد كتاب وعد، ما فماش شيء عنده قيمة علمية. كتبت أمور حول تجارة في مكة، حول القرآن، هذه وانتقدتها وانا سلطت عليها مجهر النقد والتدقيق. انما ليس الرسول، ما نساوش حاجه، ان علميا بتاع هبوط الى حد كبير من وجهه البحث في هذه الامور، بحث في تاريخ الاسلام. ولئن اتفق أغلب المتدخلين على أن ما جاء في الكتاب هو دراسة مختلفة عن سابقاتها في السيرة المحمدية، فقد تهاطلت الأسئلة على المؤرخ هشام جعيد، مثل كيفية إنتاج معرفة علمية عن الظاهرة الدينية وتأثير الديانات السماوية التي سبقت الإسلام في القرآن، وقيمة دراسة السيرة النبوية الآن بالذات، وحتى عن تسمية الرسول محمد، وغيرها من الاستفسارات التي أجاب عنها الدكتور جعيد بطريقته الخاصة. هناك انتقادات أرحب بها من طرف سامي إبراهيم وسامي الساسي في بصفة عامة، لابد من معارف لغوية طيبة. تأثيرات المسيحية شنو؟ ولا ما فهمتش المعارف اللغوية بالسريانية. أنا عارف إلى حد ما شوية، واعتمدت على كتابات. هل يمكن لنا أن ننتج معرفة على الدين؟ لا، هو صعب هذا خصوصا في الظروف الحالية. إنما قد أنتجت معرفة تاريخية على الأقل على الدين في القرن التاسع عشر وقبل ذلك في أوروبا على المسيحية، معرفة على ما هو ديني، كيف تشكل هذا الدين أو ذاك، كيف تطور. ليس بالضرورة المعرفة التاريخية،
نفس الشيء. والدراسة التيولوجية الكلامية أو حتى الفلسفية ليس نفس الشيء. إنما تاريخ الأديان وهو علم بذلك قائم قد يؤثر على التفكير الديني. تأثيرات المسيحية لمن يقرأ القرآن عن كثب ويعرف أيضا، أنا تكلمت بالأساس على المدرسة السورية، ما الشك في وجود هذه التأثيرات من ناحية احنا نعتمد على نص هو القرآن من فترة معينة وعلى نصوص أخرى من فترة معينة أيضا، ونرى ما الذي هل وجد التأثيرات أم لا، ونحاول أن نرى ذلك. على أن حتى من الناحية التاريخية وقت يطرح المؤرخ مشكلة ونطرحها كمشكلة ما هو ثابت 100%، ما هو مثل الرياضيات 2 × 2 = 4، لا، إنما يمكن أن يفكر في ذلك الإنسان ويطرح مشكلة. ما نفس الشيء بالنسبة لسلمية ألوهية القرآن، هذه ألوهية القرآن من وجهة اعتقادية إيمانية للمسلمين. بالنسبة للمؤرخ ولو أن يكون مسلم معتقد مؤمن لا بأس يحط بين قوسين معتقداته ويعتبر النص كنص من فترة معينة. قم بدراسة السيرة اليوم يعني تاريخ الرسول مهمة لعدة أمور، ليس فقط تعميق المعرفة وإنما أيضا لكي نعتبر أن المسلمين أي الناس الذين ولدوا في الإسلام والعرب لهم قول علميا في دراسة تاريخ الرسول أو تاريخ الخلفاء أو شيء من هذا القبيل. هذا مهم جدا، احنا أولى الناس بدراسة هذه الأمور، ما نكونش نقد المستشرقين اللي هم أجانب عن هذه الحضارة بالطبع ويتكلمون كأجانب، خصوصا وقد كتبوا في فترة ضعف العالم الإسلامي. ومن ناحية أخرى لا نقوم بهذا العمل. من ناحية ثانية المنهجية التاريخية تفتح الأفكار إلى ما هو علمي تاريخي، عوض أن تزيد في الانغلاق. هذا واضح. تاريخية الرسول أعني إقحام إدخال حياة الرسول ومسار في تاريخيته أي في زمنية، في زمنية بمعنى في ثقافته، ثقافة العربية في بلده مقدرة مكة وفي وسطه، أي في التاريخية المحسوسة إدخالها. لم أجلس الدعوة المحمدية من الداخل من الأعماق من جهة الأفكار من جهة غير ذلك، فلسفة فلسفة الدين أو شيء من هذا القبيل، بل درست مسار الرسول في تاريخه الخاص في زمانه وقدمت هذا التاريخ وهذا الزمن. لا يعني أنك اللي تعتمد على القرآن ومعتمد على السيرة أيضا. لا ولكن يعني أحيانا لما القرآن يتناقض مع بعض ما تريد أن تصل إليه حتى القرآن يعني يعني مثلا قال لك مثال لذكر 40 عام ايه هذه نقطة تفصيلية شديت وما سيبته فيها. اما اللغة تغيرت وبلغ حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 بلغ اشده معناه يصل عمره 20 سنة، هذاك المقصود وقت اللي احنا تو نستعملوا العربية وحتى الكلاسيكية. بلغ اشده معناه استكمل قواه بدني، مش 40 سنة حتى الآن مش 40 سنة استكمل قوة بلغ أشده وبلغ الأربعين أشده منذ جنزة
كانش المعنى تغير كما بقى ديتاي اون بلوس سي تان ديتاي شدوا ايضا مسايبه في حكايه شدوا مسايبه في حكايه لما اسم الرسول ما يهمناش نحيوها انما لا شك فيه كون محمد تسميه اتت في السور المدنيه وليس في السور المكيه واحمد كذلك في علاقه مع المسيحيه بنبي من بعد اسمه احمد مما يقودنا الى اعتبار ان هذه التسميه هي تسميه للرسول تسميه الوحي للرسول في المدينه اما فيما قبل اسم اخر ما نعرفوش انما يجينا نص وثيقه واحنا نستعملوا الوثائق بالتالي يجي البلاذري وهو يروي عن اخرين ويقول عبد الله والد الرسول وكنيته ابو قثم ويقال ابو محمد هناك بالضبط صفحه كذا نفس الشيء في تسميه الاله وفي كتبه بالفرنساوي توت حسن ولا بالانجليزي حتى الله يا الله هو الاسم الاصلي للاله عند العبريين قدامى عند المسيحيين عند السوريين في فتره الرسول وقبل الله تجيبه كانه اله نتاع متوحشين معناها هكا اله خارج اما جو هذا به لماذا يا جو جاء من الرومانيه وجاء من اليونانيه تجلس وكذا لا يمكن ان يستنتج المؤرخ من المسار التاريخي من السيروره التاريخيه خاطر فما حاجات في السيره ما تتماشاش ضبابيه للغايه ومضطربه ومتناقضه ويمكن انا حبيت فيما يخص السيره ان نحللها لايضاحها للقارئ على الاقل توضيحها اعطاء هيكله خاطر مش مهيكله ولكم الشكر ولا صديق ولع شد القار وقلع شد الصف احمل السب
تسبب في بلاد برشا عتب لا تخلص لا تكسب. أهلا بيك سيدي في الأمازوني جا عمل زوم شوف كيفاش نعيشو دونو كارتي. أهلا بيك سيدي في الأمازوني جا عمل زوم شوف كيفاش نعيشو دونو كارتي. أهلا بيك سيدي في الأمازوني جا عمل زوم شوف كيفاش نعيشو دونو كارتي. أهلا بيك سيدي في الأمازوني جا عمل زوم شوف كيفاش نعيشو دونو كارتي. جوست أوجوردوي ريان رياليزي دونس با موند ماك في بلادي كاين غريب كاين متاك بلاك خاطرني هارب من الكوغ دي ماتيماتيك لقرا ماتيماتيك اليوم نباتري بلوس دو 20 ans à l'école plongé entre livres et cahiers l'histoire finir par un cahier squatté comme un rat dans les égaux plongé بين الحرباش والزطال mon pays va mal nos rêves sont déjà réalisés par les autres merde la vie de rêve n'est pas la nôtre beaucoup baba mettent ou ma khalaou j'héritage ma katbouji bassamina balassa de 20 ans plus de 20 ans sidni 20 ans باش نكون ماك طفي وهني مكون افاك للماك مانيش من ولاد لافامي جولد سميث ولد بلاد اوريجينال حبوم مترونكا وشيت وين البوليس تشوفو يجري كل يوم ورا الولاد اللي قراو معايا البارح اليوم يبيعو في المسموم للي طايح مونك مونك فلوس كياس مونك وين ابليس يقولو فازي برا براكي بونك الوغ شاغي فاغي دارو بيه لاسكاغي تعدى 8 سنين قال الحبس ولا داري ماك ورا لي بارو الفقر دام دوام شارو العصفور كي يطيح يعطي نفذل كارو خويا عندي برشا بروبلام كي السيستام الارم فوق العباد الكل 90% من الشباب حارم دمار شامل فتريق الشارع شباب هامل الفلوس اللي تطيح في اليدين تمشي في اللفتات الناس جسمي كومسا شوف الحضرة طول بالوقت يمشي كيما التامبو كومسا نعرف اللي انتي فرخاري تحب الباراديس سيكسي عبد سيكسي تحب الشحمة بربكيو شطو ما تعطينيش رايك زيان نوفو ستيل في الوذني قالك اسمع وحدك زومي فيز دو امازوني نتنفس في الهواء في ديقار ولا عم قلع طير في الزونزون امازوني عيش ريش مان بلان دموني نكمي زيد ندير ركبتي على الحال الدمار بطل ماسي كيف نكتب على كيفي تكس عنيف قاعدة كيف بذايا الهم الكل رضا شدة في الله ولدي هاد 5000 اللي تخمم فيه عندي تبهم فطاتي في الزونزون امازون تولي زقاتي لهنا يحبوك تتحركي مرة روبو تتنفس بالشيت صغري تعدى اكسترا في راس تحت الحيط مبلي في بلاد ما تعطيش شانس شباب حارق للافرانس خارج من الحبوم فيولونس عيشة بالانس مع الحناش دونس راني عريف قري التحريف في الامازون ما عناش مكتب زطلة تكتب قدم مطلب باش تعيش لهنا وسلام واه هذي بلاد سلام ياه No no wayo les royaux du ghetto wayo l'amazon sont toxico wayo de bla kharj mel ghetto wayo les royaux du ghetto wayo de bla kharj mel cité wayo hal le flou sexité no my no my مالكش حق مالكش حق تلوم عليا تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخر بلادنا ماهوش بايدنا قولي عن اشياء تفيدنا وبعدها بألوم عليا مجدي الشنوفي أستاذ وباحث في علم الاجتماع السن 41 سنة الحالة الاجتماعية أعزب وعاطل عن العمل وقع إيقافه عن عمل سنة 1998 عندما كان يدرس مادة الفرنسية في أحد المعاهد الثانوية بحجة عدم الكفاءة رفع قضية ضد وزارة التربية والتكوين منذ تاريخ عزله وصدر حكما ابتدائي لصالحه ثم حكم نهائي من المحكمة الإدارية يقضي بإعادته إلى العمل ودفع جميع مستحقاته
لكن وزارة التربية والتكوين رفضت تنفيذ الحكم. وقع انتدابه للعمل لاحقا كأستاذ مادة التربية المدنية، ليفاجأ بعد سنة بإيقاف العمل بالعقد المبرم مع وزارة التربية والتكوين. اتصل الباحث مجدي الشنوفي بجميع السلطات والمسؤولين لكي يقع تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، كما نشد الرأي العام عن طريق عدة نداءات نشرت في الصحافة التونسية. النتيجة: تجاهلت كل السلطات حكم المحكمة لتتعمق مأساة السيد مجدي الشنوفي الذي تحصل لاحقا على شهادة الدراسات المعمقة في علم الاجتماع، ودرس كأستاذ متعاقد في عدة جامعات ومعاهد تونسية، وفي كل مرة يقع إيقاف العمل بالعقد وعدم تجديده. مظلمة جديدة وحكم جديد يصدر عن القضاء الإداري لا يتم تنفيذه. بقية فصول ويومية المأساة يرويها السيد مجدي الشنوفي. بهذا النداء إلى الرأي العام الوطني لطلب استغاثة قصد استعادة حقوق طال الأمد في المطالبة بها، ورفع مظلمة الحرمان من العمل والاعتداء على حقوق الأساسية في العيش الكريم الذي ضمنه الدستور التونسي. هذا وقد راسلت جميع السلطات في البلاد، كما راسلت بتاريخ 9 سبتمبر عن طريق برقية السيد وزير التعليم العالي طالبا تجديد عقد عمل بالجامعة التونسية، والذي يحدد والذي يجدد كل سنة لمدة 4 سنوات. كما لدي ملف بنقابتي التعليم الثانوي والتعليم العالي. أرجو بكل لطف من المسؤولين إعادة حقوقي ورفع هذه المظلمة التي طال أمدها، وتنفيذ حكم نهائي صادر عن المحكمة الإدارية منذ سنتين أو أكثر، وتعيين جلسة في قضية تعويضية قدمت منذ أكثر من سنة. مجدي الشنوفي. للأسف بالنسبة لي المظلمة التي تعرضت لها هي أن يعني وقع يعني من طرف متفقد، يعني كذب علي يعني وهول الأمر وادعى أني لست معناها كفء، ولكنه يعني ليس صحيح هذا الكلام. كيف يكون معناها أنا تكونت جيدا وقمت بواجبي على أحسن ما يرام؟ في 2002 وقع انتدابي عن طريق يعني مرة أخرى ولم يصدر حكم نهائي. 2002 لم يصدر حكم نهائي. 2001 2002 لدي حكم ابتدائي، صادر على المحكمة الإدارية. وزارة التربية أيضا حكم ابتدائي لم تعترف به ولم تطبقه، واتصلت بوزارة التربية فقالوا لي يعني سيقع انتدابك من جديد، ولكن بدون أن نطبق القانون سننظر فيه فيما بعد، سنتدبك لمادة التربية المدنية. يعني ودرست التربية المدنية بنجاح، يعني بنجاح وبتألق. في أي معهد؟ في معهد الفرش في ولاية تطاوين، إعدادية الفرش. إعدادية الفرش درس سنة مستوى سنة 7 أو 8 أو 9. درست يعني باقتداء وبكفاءة ومهارة، ولكن للأسف أني يعني أتممت عام الدراسي وتلاميذتي نجحوا بامتياز، ولكن في شهر أوت وأنا في منزلي هنا في تونس فاجأتني وزارة التربية بعدم تجديد الامتداد، رغم أني معناه ما زلت يعني اعتبرت ربس يعني بعد 3 سنوات يقع عدم تجديد الامتداد. يعني بعدها بسنة، يعني عام 2002 بعدها بسنة تقريبا 2003-2004 تحصلت على حكم نهائي بيت من المحكمة الإدارية لصالحي، وأرسلته عن طريق عقد المنفذ. هذا هو الحكم، حكم استئناف نهائي بات، وهذا محضر إعلام أرسلته للمحكمة، أرسلته لوزارة التربية ليعلمها به لكي تسوي وضعيته القانونية وتحترم القانون وتطبق القانون الذي هو فوق الجميع. نحن في الدستور الحكم الاستئناف النهائي بشح بإعادتك إلى يقضي بعزل قرار، يعني إلغاء قرار العزل وتحميل جميع المصاريف على الدولة، معناه إعادتي بالطبع إلى عملي، باعتبار أن إيقافي عن العمل يعني وقع تعسفا، معناه تعسف شديد لدرجة أني قبل أن يصدر الحكم يعني أرسلت عريضة إلى عدة عرائض وزارة التربية وطلبتهم بلجنة لتتحقق من الأمر، باعتباري أني أستاذ كفء في مادة التربية المدنية في اختصاصي، ودرست سنة كاملة بنجاح، ولكن وزارة التربية بعض مسؤولين، لا أقول كل وزارة التربية، بعض مسؤولين معناها ربما وقتها خطر لأن السيد وزير التربية يعني وزارة التربية تغير وزير وعدة مرات يعني، لكن للأسف يعني المدير العام يعني مدير المصالح المشتركة ومدير الشؤون القانونية رفضوا وعاملوني بقسوة إلى درجة الإهانة أمام الموظفين، وقالوا أنهم لا يعترفون بالقانون وبحكم المحكمة ولن يطبقوه،
رغم أني كلمت معهم بلطف وأرسلت واتصلت لهم بلطف. الفصل السادس من الدستور التونسي، كل المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون. لا حق يقع اضطهادي، اضطهاد بيتم معنى الكلمة حتى عن غير قصد، معناها غير يتحصل يتقاضى إلى القضاء ويأخذ حقه وأنا لا أخذ حقي، رغم أني معناها باحث يعني في علم الشناء، رغم أني أقدم يعني عصارة فكري لهذا المجتمع الذي أرجو أن يتقدم ويتطور ويزدهر. معناها والسيد الرئيس قال دولة القانون والسياسات ولا مجال للظلم والقهر. أين هذا من الواقع من بعض مسؤولين من وزارة التربية، يعني بالتحديد وزارة التربية؟ وزارة التربية معناها لم تحترم القانون ولم تحترم يعني حكم صادر على المحكمة الإدارية. ثم أني معناها رسل يعني قمت أخيرا بقضية تعويضية أكثر من سنة في المحكمة الإدارية، لدي قضية تعويضية وعدة مطالب لتعيين جلسة، قدمت عدة مطالب لتعيين جلسة لاسترداد حقوقي عن طريق المحكمة الإدارية، ولكن هنا إلى الآن أكثر من سنة منذ تقديم القضية التعويضية ولم يقع تعيين جلسة لإصدار حكم ابتدائي. تحصلت على دراسة معمقة في سنة 2000 بعدها يعني بسنة، ثم بدأت المدة الأخيرة يعني درست في الجامعة، ثم بدأت أشرع في الدكتوراه يعني بصدد البحث العلمي، وليس لي أي مورد رزق، وأعيش في ظروف قاسية جدا وأعاني من اللامبالاة. تصور يعني معناها سنتين ثلاثة مرات ولا أربعة خرجت في جريدة الشروق في جريدة الصباح يعني منذ سنوات كذلك، وتنجم تاخذ موجود كل وثائق بالوثائق كل بالحجاج الدامغة، معناها شيء غريب جدا. أنا نقدم في خدمات لبلادي ونكون يعني في الطلبة وفي التلامذة ونكتب في الدراسات مثل هذه الدراسة التي قدمتها المعهد العلوم الإسلامية بشرف، والمقالة هذه التي خرجت حول المقدمة وغيرها وغيرها، وما زلت أكتب ولدي مشاريع كتابة أخرى أنا بصدد إعدادها الآن. لماذا يقع عرقلتي؟ لماذا يقع يعني إهمال تهميشي بتعمد؟ كل السلطات رسلتها بما فيها رئاسة الجمهورية عدة مرات، ولست أدري الروتين الإداري ربما لم يصل إلى سيادة الرئيس مطلبي أو لم يطلع على. معاملة الإنسان معاملة قاسية أو يقع اللامبالاة، صدقني إلى اليوم إلى هذه اللحظة منذ سنوات ورسلت جميع السلطات ولدي الوثائق ولم يأتني أي استفسار أو أي نية لمعالجة هذا الموضوع. وأقول لك أني من عائلة قدمت تضحيات كبيرة للوطن، والدي سال دمه في معركة بنزرت، سال دمه في معركة بنزرت بعدما انصرف علي الكثير، يعني يعني أنا كنت أنتظر وهو لم يطلب مني، لكن أنا أنتظر أن أعيد له بعض ما صرف علي، فأجد هذا الإنكار وإلى آخره. والدي مقاوم يعني بل 56 شارك في الحركة الوطنية وناضل من أجل استقلال تونس، عمري 41 سنة يقع تعمد حرماني من عملي وتعمد عدم إعطائي حقوقي رغم عدد 8 مطالب إلى الوزارة الأولى، وتنجم تشوفهم 8 مطالب ونقدمهم لك. جبت من يعني الأغلبية بعضهم لها الوزارة الأولى، قدمت لها 8 مطالب. المحكمة الإدارية المطالب تعيين جلسة، أنظر تستغرب كيف يعني هذا مطلب أول بتاريخ، أنظر يعني بتاريخ 30 مارس، وهذا طبعا يعني المحكمة الإدارية تاريخ 30 مارس لتعيين جلسة، هذا قام بها المحامي. مطلب آخر قمت به كذلك، مطلب تعيين جلسة في قضية تعويضية عدد 1/14153 محكمة إدارية، هذا طبعا محكمة إدارية 3/3/2006 هذا مطلب. 14 جوان مطلب تعيين جلسة كذلك، هذا طبعا المحكمة الإدارية. بالنسبة لوزارة التعليم العالي درست مادة السنة الفارطة عن طريق التعاقد، درست مادة علم الاجتماع بالتحديد علم النفس الاجتماعي ومادة علم الاجتماع الشغل. الجامعة طلبت من الوزارة أن أدرس سنة كاملة باعتبار أني أعددت برنامج من مادة علم النفس الاجتماعي ومادة علم الاجتماع الشغل لمدة سنة كاملة لأدرسه للطلبة في جامعة القيروان كلية رقادة بالتحديد، ولكن يعني أمضيت على عقد سنة كاملة، يذهب إلى الوزارة يبقى شهرين أو ثلاثة في الوزارة التعليم العالي ثم يعود
بالغاء يعني عدم معنى القبول عقد سنة كاملة واقترحون عقد 6 أشهر فقط. علم الاجتماع الريفي المفهوم هو الموضوع المحور الأول مع مفهوم علم الاجتماع يعني التفاصيل العناصر الفرعية منهج دراسة المجتمع القروي الفروق الريفية الحضرية. لا أريد أن أدخل في كثير من التفاصيل لكن هذه البرنامج طلبوا مني يعني عميد كلية منوب سيد عميد كلية منوبة وسيد رئيس قسم الجغرافيا وسيد يعني نائب رئيس جماعة سي محمد بالقاضي يعني نائب رئيس جماعة يعني منوبة طلب مني علمته بهذا أعطيته نسخة منها يعني منذ يعني بداية قبل بداية السنة الدراسية يعني بداية السنة الدراسية يعني سبتمبر أكتوبر على أساس أن أدرس معناها قال لي بعد شهر رمضان سنرسل لك ولكن للأسف لم يرسلوا لي أرسلت برقية لوزارة السيد وزير التعليم العالي بتاريخ 9 سبتمبر ولكن للأسف لم أجد أي استجابة. من ناحية لدي حكم نهائي من المحكمة الإدارية وزارة التربية لم تطبق ومن ناحية أخرى يعني لكي أعيش مثل الناس يعني ولكي أعمل وأواصل في عملي ولكي أقتيت مثل الناس يعني عمري كله في مجال البحث العلمي وفي مجال المعرفة وفي مجال علم الاجتماع اختصاص وليس في اختصاص أخر. وزارة التربية رفضت تنفيذ الحكم ورفضت الحوار ورفضت الصلح ورفضت كل شيء. لماذا؟ 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 مشاهدي قناة الحوار التونسي أهلا وسهلا بكم في ملخص لأهم ما ورد في صحافة المعارضة في أعدادها الأخيرة. لا تزال التعليقات حول تداعيات الأحداث المسلحة الأخيرة في تونس تتصدر اهتمامات صحف المعارضة وفي هذا السياق علقت افتتاحية الموقف الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2007 عن موجة الاعتقالات والمداهمات التي تنفذها السلطات الأمنية في أعقاب الأحداث الأخيرة وقد جاء في الافتتاحية التعليق التالي: في الدول التي يقوم فيها عقد دستوري بين الشعب والحكم السياسي تتحدد مجالات سلطة المؤسسات التنفيذية بشكل دقيق وتضبط الحقوق والواجبات على نحو يكرس سيادة القانون وعلويته ومهما كانت الظروف الاستثنائية التي تعصف بتلك المجتمعات فإنها تتمسك بدولة القانون بوصفها حجر الركن الذي يضمن سلامة المجتمع واستقرار الدولة وكرامة المواطن. بهذا المعنى لا تبرر الأحداث التي شهدتها الضاحية الجنوبية للعاصمة ومدينة سليمان على خطورتها هضم حقوق المشتبه فيهم ولا تنظيم حملات إيقاف ومداهمة بشكل مكثف وخارج المسطرة القانونية كما لا يمكن أن تكون ذريعة للجوء إلى وسائل الإكراه المختلفة والمعروفة لانتزاع الاعترافات أو خرق الضمانات التي حددها القانون للإيقاف التحفظي وبخاصة مساحته الزمنية. 50 سنة من علاقة المعارضة بالنظام في ساعتين هكذا علق الدكتور أحمد بوعزي عن مسرحية الحدث التي تعرض هذه الأيام في تونس مسرحية 50 لجليل بكار والفاضل شعيبي وقد قدم الكاتب قراءة في مضمون المسرحية جاء فيها: تبدأ المسرحية بمشهد الأستاذة محجبة تفجر نفسها وسط ساحة المعهد الذي تدرس به فينتج عنه استنفار عام لدى الشرطة سلامة أمن الدولة ويقع إيقاف وتعذيب عدد من المتدينين الذين لهم صلة بالأستاذة صاحبة العملة ويأخذ التعذيب أبعادا لا إنسانية خاصة أن الأمن لا يعرف لماذا أقدمت الفاعلة على فعلتها. ويبدو موضوع المسرحية رغم أنها كتبت بمناسبة عيد الاستقلال 50 وكأنها تكشف على ما سيقع في ديسمبر وجانفي اللذين تليا عرض المسرحية في مسرح الأوديون الشهير بباريس إذ أن اندلاع المواجهات بين الأمن التونسي وعناصر المسلحة لجماعة يعتقد أنها سلفية في الضواحي الجنوبية العاصمة فاجأ الحكومة
التي كانت تعتقد أن المعالجة الأمنية لانتشار الفكر الإسلامي المتطرف سوف تجنبها الهزات. ويضيف كاتب المقال: من خلال المسرحية نفهم أن بروز ظاهرة الإسلام السياسي ليست نتيجة عوامل خارجية صرفة أو داخلية صرفة، وليس الإسلام السياسي متطرفا بالضرورة. كما نفهم أن النظام التونسي منذ 50 سنة يتعامل مع المعارضة السياسية بالتعسف والتعذيب الذي جعل منه الوسيلة الوحيدة للاستنطاق. الشباب والعنف موضوع مقال لمحسن المزليني نقل فيه تشخيص الدكتور فتحي التوزري لجذور وخلفية هذه الظاهرة في محاضرة حول علاقة العنف بالذات الإنسانية ألقاها في منتدى الجحظ، وقد ورد فيها: يظهر البعد العدواني في نفسية الطفل مع دخوله الحول الثالث عندما يكون قد اكتمل عضويا وأصبح قادرا على الفعل والحركة، غير أنه ولكي لا تتحول هذه الجذور الحيوية النفسية إلى سلوك عنفي مدمر تقوم المؤسسات الاجتماعية المختلفة بتوجيهه وتصعيده ليساهم في بناء الكائن والمجتمع، إذ تقوم العائلة بداية بدور احتواء هذه الطاقة العنيفة في سلوك متكامل ومضبوط اجتماعيا. أما في حالة غيابها أو تغيبها عن القيام به فإن ذلك سيؤدي حتما إلى نموه خارج السيطرة كسلوك مرضي تدميري. كما أن من شأن عملية التنشئة الاجتماعية أن تعلم الفرد تصريف انفعالاته الغضبية بشكل إيجابي، طالما أن هذا الشعور هو من المشاعر الإنسانية العادية الذي يؤدي وظيفته الأساسية مثل دفع الأذى أو عدم القبول به. والسلوك العنيف غالبا ما يصاحبه الغضب ويتمظهر عبره في شكل دائرة مغلقة. عناوين عديدة ومتنوعة الاهتمامات والمضامين وردت في العدد الأخير من جريدة مواطنون التي يصدرها حزب التكتل من أجل العمل والحريات، تمحورت أساسا حول قضية واقع الحريات الصحفية في تونس. أهم هذه العناوين: حرية الصحافة في تونس من سيء إلى أسوأ، عنوان استجواب أجراه السحب سمارة مع نقيب الصحفيين التونسيين لوفي حجي، وقد شخص هذا الاستجواب أزمة حرية الصحافة في تونس. علق فيه السيد لوفي حجي عن موضوع تأسيس نقابة الصحفيين بالقول: تأسيس نقابة الصحفيين التونسيين كان حلم راود أجيال الصحفيين التونسيين على امتداد أكثر من نصف قرن. ولنا صورة للزعيم النقبي الشهيد فرحات حشاد ويقود مظاهرة تحمل شعار من أجل نقابة الصحفيين التونسيين، وإن مؤسسي النقابة كانوا يدركون أنه لا مناص من نقابة تدافع عن حقوقهم بذل غياب هيكل للتفاوض باسم النقابيين، ويسهروا على احترام المؤسسات الإعلامية للقوانين المنظمة المهنة وعلى حماية كافة حقوق الصحفي. وبناء على ذلك فإن كل أشكال المنع والضغط التي مارستها السلطة لن تثني المؤمنين بهذا المشروع على مواصلة الدفاع عن حقوقهم التي يضمنها دستور البلاد وقوانينها. ويضيف لطفي الحجي حول سؤال عن ازدواجية خطاب السلطة وممارستها فيما يتعلق بحرية الصحافة: على السلطة أن تتجاوز ازدواجية الخطاب، لأن ما يردد من قبل عدد من المسؤولين لا يتطابق مع واقع الصحفيين، فالمسألة ليست مسألة ترديد عدد القوانين المنظمة المهنة، كما أنها لا تقتصر على تقييح قانون الصحافة وإن كان هذا مهما، بل المسألة هي إيجاد التقارب بين الخطاب والواقع وتحسين ظروف عمل الصحفيين وتمكينهم من مجالات الحرية في مؤسساتهم وإعطاء دور رئيسي في المؤسسات الإعلامية حتى يصبح الصحفي سيد الموقف داخل تلك المؤسسات. صاحبة الجلالة عنوان مقال لإيمان المداحي حاولت فيه الكاتبة ملامسة إشكالات وعوائق حرية الصحافة في تونس. تقول الكاتبة: شهد الفضاء الإعلامي العربي في السنوات الأخيرة بمختلف مجالاته تحولات هامة، ومما لا شك فيه أن العديد من المؤسسات الإعلامية قد لعبت دورا هاما في إثراء المشهد الإعلامي العربي ومد المتلقي بكم من الأخبار والتحاليل التي تجعله على اطلاع بحقيقة ما يحدث من حوله محليا وعربيا وعالميا. ومن المؤكد أن توفر هامش محترم من المؤسسات الإعلامية أثناء ممارسة مهامها لا يمكن إلا أن يساعدها في صياغة وتقديم مادة إعلامية إخبارية نزيهة وموضوعية، ولا يمكن لنا أن ننكر الدور الإيجابي لبعض القنوات العربية الإخبارية والصحف العربية المختصة في إثراء المشهد الإعلامي العربي ومدنا بالخبر اليقين. ولكن الرقابة المسلطة على بعض المؤسسات الإعلامية والضغط السياسي الذي تعيشه هذه المؤسسات سواء كانت رسمية أو خاصة
جعل منها لا تعد أن تكون إلا أداة في يد سلطانها، مقيدة في صياغة الخبر تسوقه بطريقة تتماشى ومصالح سلطة الإشراف، بل تتعداه لتصبح أداة تهجم وتهكم وتشكيك في المصداقية والموضوعية الإعلامية لمؤسسات المقابلة ومن منطلق ممارسة حرية الصحافة. وفي الموضوع ذاته وحول التشريعات التي تكفل حرية الصحافة، ورد مقال بعنوان حرية الصحافة وقع بكلمة مواطن، ورد فيه الآتي: تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودون ما اعتبار الحدود. وتمثل الصحافة سلطة شعبية يجب أن تنهض برسالتها بحرية واستقلالية من أجل تأمين وممارسة حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر والحق في الاتصال والحصول على المعلومات الصحيحة ونشرها وتداولها. وتشمل حرية الصحافة ما يلي: حق إصدار الصحف، إتاحة الفرصة للمواطنين لنشر آرائهم، حق الصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها والتعليق عليها وتداولها ونشرها في حدود القانون، حق الصحفي في الحفاظ على سرية مصادر المعلومات، حرية التعبير عن الرأي والفكر دون قيود. نعود وإياكم إلى أهم العناوين التي صدرت في العدد الأخير من جريدة الطريق الجديد. سكين وحبل وأمير عادل، مقال لفتح بالحاج يحيى علق فيه على حادث اغتيال الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. وقد أورد المقال في جزئه الأهم ردا حول الرسالة التي كتبها الأستاذ أحمد نجيب الشابي لتأبين الرئيس العراقي الأسبق. وقد رد الكاتب فتح بالحاج يحيى قائلا: لأننا نتحدث من تونس، ولأن الإجماع حاصل بين جميع قوى المعارضة على أولوية الحريات والديمقراطية، ولأن مفكرين ومثقفين وفنانين جهدوا طويلا في الحديث عن ثقافة الحرية والديمقراطية كشرط مؤسس لكل بناء وطني ولكل صياغة للهوية ولكل تنشئة لصغارنا، فإن خطابا كالذي طلع به علينا أحمد نجيب الشاب الخارج من توه من معركة الحريات يثير فينا أكثر من استفهام عن بؤس أحوالنا المعرفية وهشاشة ثقافتنا الحديثية وتضارب المعاني والدلالات داخل كياننا السياسي المعارض وكياننا المجتمعي ككل. يكفي الرجوع إلى ما أورده نجيب الشابي في نصه المنشور على جريدة الموقف للوقوف على مدى مصيبة العرب في علاقتهم بحكامهم أيا كان هذا الحاكم، ومهما اختلفت الآراء فيهم فالأمر يتعلق بشخصنة السلطة عندنا وباتباعنا المتوارثة في إعادة إنتاج وهم الأمير العادل في نفس الوقت والزمن الذي نتحدث فيه عن ديمقراطية ابتدعها الإغريق منذ 30 قرنا كردا عن شكل النظام الفردي الطاغوتي. ويضيف الكاتب: وفي الرسالة أيضا حديثا عن فشل الأمريكان في مخططاتهم التي أحبطها صدام وعن رفعه لرؤوسنا، لم تتحدث عن قطع رؤوس أخرى وفك عقدة الخوف فينا، ولا حديث عن يوميات الخوف في بغداد وصولات عدي وقصي وأشياء أخرى كثيرة تستحق التنويه كبلاغة عربية أصيلة تستفز فينا العزة والكرامة والأنف والشرف وسائر ما تفتقده عروبتنا عامة، فننتجئ إلى اللغة والخطاب والقياس والتشبيه والاستعارة كآليات تعويذية نفسية تقوم مقام العقل في رز أحوالنا. مرة أخرى نتوقف وإياكم عند الحقيقة الثورية لمحمد الصالح فليس، والتي عالجت بسخرية سوداء تداعيات حادث الاشتباكات المسلحة بالقول: عندما يبتلي المرض بعض النفوس فإنه يسقطها في معرة القول وتذيل التفكير. هل كان طبيعيا أن تعيش البلاد ما عاشته ولا توفر السلطة حدا متوجبا ضروريا معقولا من الإعلام لإنارة الرأي العام ولطمأنته بوضعه في الصورة وتمكينه من التحكم في ردود فعله بما يرشدها ويقعدها ويوجهها إلى ما ينفع ويفيد؟ إن المطلوب هو الإعلام في بعده السياسي والعلمي المضيء والمفيد والمرشد وليس في بعده الأمني. وكان من المطلوب حدا أدنى من الشفية والصدقية بتسمية الأشياء والظواهر بأسمائها وبإسناد لعمر ما له، لأن الحقيقة فارضة نفسها لا محالة وإن بعد حين. عندما جد حريق بمصفاة بن زرد قالوا إن تحقيقا باشره أهل الذكر، ماذا نتج عنه وما هي أسباب حدوث الحريق؟
وعندما أغارت طائرة إسرائيلية على حمام الشط قالوا إنها طائرات مجهولة، وظلوا يتداولون الخرافة لساعات طويلة قبل أن ينطقوا بجزء من الحقيقة. فشلوا في الشعب ونخبه توقه الطبيعي والشرعي للتضامن والتنديد. إنها الثقافة السياسية التقليدية القديمة التي لم تجرؤ على تخطي عصر الفحم الحجري، وهي حضارة التحتيم تريد الإمعان في المزيد منه، لأن الجهل والتجهيل والضحك من ذكاء الوطن حكمة لا يعرف قيمتها إلا الراسخون في السلطة الذين ينتمون لهذه الثقافة السياسية التي ترفع أول ما ترفع لدوام السلطة لنغمض الأعين ولنستر المستور مرات ومرات. هنا بلد القانون والمؤسسات، هنا بلد الديمقراطية والحريات، هنا يفخر المواطن بوطنيته ويدرك أن كل المواطنين متساوون حقوقا وواجبات، فلا محاباة ولا تمييز بداعي النفوذ أو السلطة. كريم الهمالي ابن الضاحية الجنوبية يروي لنا تجربته في دولة القانون والمؤسسات، علنا نقف على حقيقة بلد المعجزات. أنا مواطن كريم الهمالي، نسكن في الزهرة، عمري 33 سنة، يعني مواليد 16/8/73، تقني يعني في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. توفى والدي في صباحة عيد الأضحى 13 جويلية 89 في الجامعة الشعبية حمام اللمف، هيك تحت علينا السد نتاع الجامعة، يعني اثر الخروج يعني نتاع المصلين. اجتهدت اني باش نتصل يعني بمسؤولين يعني محليين، من سيدة معتمدين، من سيد والي، من كتبت حتى سيد رئيس الجمهورية يعني عبر رسائل منظمة الوصول، يعني وانا في عمر صغير بالكل، يعني 17 سنة او 18 سنة، ما يعني ما فماش حتى رد يعني من وقت ذاك. اقتنعت يعني في عمر صغير كونه يلزمنا نعمل على روحنا حكايه فارغه. اخر 2003 يعني بيد مع بدايه 2004 بالضبط، يعني فوجئنا يعني بوجود مواطنين ادعوا ملكيه الارض هذيا، يعني اللي تحت تصرف نتاعنا، عندنا يعني حجج عدلية يعني تبين اللي احنا نصرف في الأرض هذية من عام من الخمسينات، يعني من 47 ومن 42، من وقت الوجود يعني نتاع شراء يعني العقار نتاعنا هذية. باش الأرض هذية على ملك هي أصلها، يعني باش نبين يعني الوضعية نتاعها، هذية ملك يعني شركة أجنبية، شركة حديقة مليان، غادرت يعني البلاد التونسية منذ سنة 1954، وهذية حسب يعني الوثائق نتاعها المدرجة بإدارة الملكية العقارية. من عام 54 يعني ما قاموش بحتى عملية، من 54 ل 2001 يعني ما الأرض هذيا يعني ما يشاغل فينا حتى حد، يعني من وقت يعني عزيزي بوالدي يعني معناها حي، ومن بعد بابا حي، معناها ما شاغلنا حتى حد يعني، وهذه يعني مشاهدة مستمرة من من الناس الكل. قلت لك عندنا حجاج يعني عدلية فيها شهود يعني ناس كبار من عام 29، وفما اللي مولود عام 29، فما مولود مع عام 32، يعني أجوارنا
شهدوا يعني عند عدو الشهاد يعني اللي احنا نصرف في الارض هذيا مع عندنا معاينه نتاع عاد منفذ اللي الارض يعني موجوده قيمه الذات. بدايه 2004 تفاجئنا بمعني بقدوم واثنين قدموا لنا يعني نداونا انا واحد من الناس يعني نداوني جابوا لي بلان قالوا لي ما الارض هذيا راهي نتاعنا انتم يعني قاعدين تشغلوا فينا معناها مسيجين الارض هذيا معناها تستغلوا فيها وهي نتاعنا. معني تفاجأت أنا تزامت قلت لهم يعني منش منين شريته يعني إحنا نعرفوا الأجانب هذوما مشوا من 54 ما عادش كون شريته. استظهرونا يعني بشهادة ملكية مستخرجة من دفتر ملكية العقارية بن عروس. قمنا بالإجراءات القانونية اللي تثبت من الإدعاءات نتاع الملكية نتاعهم الأشخاص هذوما. تحصلت يعني على الإذن هذايا باش مشيت تقدمت به للقبضة المالية بنهج روما الأرشيف يعني باش نتحصل على النسخة القانونية من الوعد هذايا اللي مسجل يعني بالرموز هذايا. مراني الا وتجاوبني معناها يجاوبني يعني رئيس المركز الجهوي لمراقبه الاداءات تونس واحد في نهج برج بورقيبه شيف دي سونتر بيدو. هذه الاجابه هذه نسخه مطبقه الاصل الاجابه الاصليه يعني بدل المحكمه توا في قضيه منشوره بخط اليد الاجابه اش تقول الإجابة اش تقول نحيطكم علما بأن رموز التسجيل المذكورة آني فلا أساس لها من الصحة حيث لا توجد عقود بالأرشيف مسجلة بمثل هذه الرموز. إضافة لهذايا إضافة لهذا مشيت يعني حبينا نتحصلوا يعني بزاد الطريقة القانونية من يعني قدمت عريضة للسيد المتفقد العام المتفقد العام يعني بلدية تونس بلدية تونس وحبينا نتعرف على التعريف اليوم باش نتاكدوا منه يعني انكسار ولا لا. نلقاو ما رعنا الا معناها والسيد المتفقد العام معيط معناها العوين الكونتونسيو يعني النزاعات يعني استظهرت لهم بالوثيقه يعني اوضح من هذه برشا يعني الوثيقه القانونيه اللي تحصلت عليها الوعد البيع يعني نسخه قانونيه من قديت عملنا إدارة الملكية العقارية بن عروس. نلقى الكاشي اللي أنا نجهلها الحق الكاشي هنا اللي هو متاع ضبط الحال المدنية اللي هو سي ضبط الحال المدنية اللي هو اسمه سي محمد السباعي هذي اشتغل في توفى والسيد هذا اشتغل في دائرة الحرائرية يعني والأمضة متاعه من أصله يعني الأمضة بالخط اليد متاعه ماهيش الامضه نتاعو في الريجستر نتاعو اللي معناها اللي امضى فيهم يعني موجودين يعني الدفاتر نتاعو نجموا يطلعوا عليهم واكدتوا هذا يعني في الابحاث اللي صارت. الادهى من هذا انه الكاشيرون يعني الكاشيرون تاع ضبط الحاله المدنيه اللي هو يلزم يتذكر فيه يعني اللي هو مذكور فيه يعني على الوعد وزاره الداخليه بلديه تونس وشعار شعار الجمهوريه الحالي وزاره الداخليه في حين انه في 16/5/69 يتبين انه وزاره الداخليه من اصلها ماهيش موجوده ما اسمهاش وزاره الداخليه اسمها كتابه الدوله للداخليه يعني في التاريخ هذاك ماهيش موجوده وزاره الداخليه موجوده كتابه الدوله للداخليه يعني زدت بينت يعني تحصلت على كشي من تحصلت عليه بطريقه يعني من الارشيف الوطني كشي اللي في التاريخ هذاك هذا الكشي المعتمد يعني حتى الشعار بتاع الجمهورية مش الشعار اللي موجود توا يعني الشعار مختلف. هذه كتابة الدولة الداخلية هذه الجمهورية التونسية كتابة الدولة الداخلية يعني ختم تاع وزارة الداخلية موجود في فترة تاع كتابة الدولة الداخلية من أصل يعني موش موجود في التاريخ هذاك مازال ما تخلقش يعني كشي هذي على أساس هذا يعني التميت يعني كل الحجج اللي باش نرفع بها يعني دعوة قضائية يعني في التدليس. وكنت ننتظر انه يعني باش الامور تمشي كيما ينص عليه القانون تمت يعني حالة القضية للتحقيق السيد حاكم التحقيق الاول بمحكمة الدية بن عروس و
وتمت يعني تم بحثي وقدمت الأقوال نتاعي الأبحاث نتاعي الحجج نتاعي وزدت قدمت يعني حجج أخرى وبينت يعني التفاصيل والحجج وال يعني كل ما يفيد يعني التدليس التدليس يعني واضح وما يسحقش يعني حتى أي دليل آخر يعني ما راني إلا ونتفاجأ باستدعائي من طرف الكاتبة نتاع السيد حاكم التحقيق وتعلمني بالقرار نتاع السيد القاضي اللي هو السيد حاكم التحقيق والقرار هذايا يعني يقول معناها قرار يعني بحفظ جريمة التدليس لانقضاء الدعوة بمرور الزمن وحفظ تهمة المسك والاستعمال الانتفاء الركن المعنوي هكذا يعني أنا نستغرب أنه معناها كيفاش يعني نقر أنه الوثيقة مدلسة ضمنيا يعني حفظ جريمة التدليس انقضاء الدعوة بمرور الزمن ونعتبر أنه التواريخ اللي منصوصة في الوثيقة هذه المدلسة نعتبرها يعني أساس باش نحتسب يعني الزمن او الفتره باش نسقط فيها الدعوه عندي اقاربي اللي سبقني وبينت انهم يعني تحايب عليهم يعني كيفاش ملكوا لهم يعني العقار نتاعهم ورغم انه عندهم يملكوا يعني عندهم عقد مسجل صحيح بعد ما تبين لهم يعني على ترقيان على طريق الوثائق اللي تحصلت عليها اللي فما يعني اشكال نتاع التدليس هذايا تقدموا بالتالي وتتمكنوا يعني انا ابو محامي وتحصلوا على الحجج اللي تحصلت عليه انا وتقدموا بشكايه التدليس والتحايل نفس الاسخاص هذوما في معناها النيابه العموميه بن عروس تم استدعائهم تم احاله الملف نتاعهم القضيه نتاعهم مع ضمت مع معنا السيد كجمهورية يعني احالها مع القضيه نتاعي في السلطه الاقتصاديه بتونس و يعني وتموا يعني الناس نحب ان نلمح الناس من الاشخاص هذوما يعني اللي هما قارب يعني مستوى ثقافي يعني محدود مشاو بحثوا يعني يعني بامور يعني بديهيه يعني على حد يعني علم بالقضيه قدموا الحجج يعني ما سحبوش معاهم يعني شخص يعني يعرف يقرا يعني ناقصين يعني ثقافه ناقصين علم تفاجئوا من بعد اللي انهم اسقطوا الدعوه نتاعهم في القضيه يعني ناس مشات تشكي مش يعني في بالهم انه باش يسقطوا الدعوه مشاو يشكيوا مش باش يسقطوا مشاو يبحثوا يلقاو رواحهم يعني في البحث نتاعهم اللي رجع للسيد اللي رجع في النيابه العموميه بسقط الدعوه وتم قرار يعني مع القرار من النيابه العموميه يعني بحفظ الدعوه وحفظ القضية لعدم كفاية الحجة يعني ضد نفس الأشخاص بنفس الحجج اللي قدمتهم أنا ونفس الحجج اللي قدموهم هما يعني قضية تتحفظ لعدم كفاية الحجة وقضية يعني تتحفظ يعني جريمة التدليس انقضاء الدعوة بمرور الزمن وفي الأثناء وليت مستهدف أنا من طرف يعني الأشخاص هذوما بما أني وقفت يعني طالب يعني بحقي وندافع على حقوقنا التجأوا الأساليب يعني أساليب جرامية نجم نقولها تتمثل في كونهم قدموا عريضة للسيد الجمهورية يتهموني فيها اللي أنا نهدت فيهم القتل عبر جهاز الهاتف استدعتني الشرطة يعني وقالوا لي يعني بحثوني في الأمر ضحكت يعني من شدة الاستغراب مع الموضوع يعني كيفاش أنا نهدد معني ناس بالقتل يعني وفي حين أني معني التجيت للقضاء يعني وماشي يعني في خطوط يعني الجيس كوبو يعني ماشي للقضاء يعني التفكير نتاعي عمره ما كان تفكير يعني وكان جيت افكر بطريقه اخرى من التجيش للقضاء حاولت باش يعني عائلتي كتبوا لي باعوا لي الهواء باعوا لي يعني ليتاج اون كور دو كونستركسيون الفوق حبيت نبني الفوق باش نسكن باش نتزوج يعني البلد هي ولات يعني امور وليت مستهدف منها يعني وليت شخصيا كوني كيفاش يعني قلت لهم يعني ما عندكمش حتى دخل في الموضوع هذا يعني تنظر فيه المحاكم يعني هالدعاوي والنزاعات هذه ما حبوهاش يعني الطريقه هذه ما حبوش يعطيوني رخصتي رغم اني شريت عندي كونترا نتاعي فوق رغم اني يعني استوفيت كل الشروط الفنيه سيبون لي ريكول دولار يعني فوق يعني عملت بلونات نتاعي عملت جي 8 بلونات و9 بلونات من 2005 لتوا يعني
ما تمكنتش باش نتحصل على رخصة، كيما شفت يعني الوضع نتاعنا معناها كيفاش صارت. دخلنا في متاهات اجتماعية يعني أزمات اجتماعية، وليت يعني متوتر يعني يعني نرفزة، وليت ما عادش نجم نخدم حتى في خدمة، وليت ما عادش مرتاح حتى نفسانيا، وليت نتعالج حتى عند طبيب نفساني باش نتخلص من الضغط النفسي الكبير اللي صار لي، وليت يعني أي بلاصة حتى نمشي باش نتفرد، وليت يعني برونشي ديما في المشاكل، معناها لو كان مخي نرتحو حتى نهار مانيش عارف معناها شنيا الأمور تصير. يعني نقول أنا سبب المشاكل هذه كلها اللي وصلت هو القرار اللي القرار الأولاني متاع السيد حاكم التحقيق اللي معناها ضمنا فيه حقنا، واللي هو واضح ماهوش منطقي حتى تعرف يعني نورمالمون يعني يتم يعني القرار طبق القانون نظرا معناها لإحساسي بالظلم وضغط نفسي يعني كبير يعني تسلط عليا، والمعلومات الكم الهائل من المعلومات والمصاريف اللي خرجتها والتعب وحالتي النفسية يعني وصلت لها، ونحمد ربي اللي ما صار لي حتى شيء يعني تصديت للأمور هذيا وحاولت نتغلب على الضغوطات هذيا. توجهت يعني بعريضة مرفوقة يعني بمرفقة يعني بالملف اللي توجهت بها لرئاسة الجمهورية وصلتها بيدي. توجهت كيف يعني ما وصلني حتى رد، زدت قمت يعني برسالة مضمونة الوصول عن طريق البريد كيف فخامة رئيس الجمهورية، بيّنت فيها يعني الأمور الكل، ما وصلني حتى رد. زدت قمت يعني بعد فاكس سيد رئيس على طريق البوستة، ما وصلني حتى رد. أنا يعني وصلنا لمرحلة يعني يصعب تعبير عليها، يعني أمور غريبة، حالة نفسية يعني كان حاسو في روحنا كأننا ماناش في تونس، يعني أمور غريبة ماناش عارفين شكون نحتكموا، ولينا كمشينا للسلطة القضائية يعني الأمور شو كيفاش توالت، يعني وليت خايف يعني برشا حاجات يعني، وأنا من المنبر هذا نتواجه بنداء للسيد الرئيس باش يتداخل. هكذا إذن يتنهد مواطنو دولة القانون والمؤسسات بعد أن تاهوا بين أروقة المحاكم وقرارات القضاة. كريم لم ييأس بعد من أن تنصفه العدالة وترفع عنه هذه المظلمة، كيف لا ونحن نعيش في دولة المعجزات. حضرات المشاهدين السلام عليكم. في حصة الأسبوع الماضي كنا قد بثينا الحديث الصحفي الذي أجريناه مع عبد الرحمن التليلي وهو على فراش المستشفى بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة اتهمها هو شخصيا بكونها تنتمي إلى سلك الشرطة الوطنية، وقررنا بعد ذلك أن نبث هذا المقطع الذي يتهم فيه المعتدين بكونهم ينتمون إلى الشرطة في كل حصة من حصص قناة الحوار إلى أن يتم تتبعهم وملاحقتهم ومحاكمتهم وإعطائهم جزائهم. هم يتبعوا فيه تقريبا ساعة ونص صباح تذكرها واحدة في فيات يعني مجرين كم رأي ما تم حتى مشكل وقفنا تحدث ما تم حتى مشكل تبعوا فيه يعرفهم تبعوا فيه وهم يقولوا لي احنا في حماية وانت لو ما تدخلش في خاطرك احنا اوامر نطبقوا فيها من عائلة معروفة وانت انسان معروف والله يرحم الوالد وكذا. انا وصلت لوحدة دارومي وعارفين ماشي دارومي قلت لهم ماشي دارومي وصلت لوحدة دارومي انا خفت وسكرت قلت انا ما حكيت وفي خبر روحي كان انا
لكن حتى سعيد من فضله شو قهوة كذا مستعسيلة وكان بابا بدري كذا كيف كيف وسيه تبع فيهم ولكن نفطر فيهم نعشوا فيهم ثم حتى مش الناس موظفين تخدم فيهم قالوا صحيح نحن موظفين نتاع ما تخدم فيهم هيك كان في خبر كان في السبيطار حتى كيفاش عملوا العملية وصار في العملية وكذا كلهم في بالي شبيه روحي كان بعد موفاة العملية قالوا لك هما اللي موظفين اي قالوا موظفين يعني شرطة مش اي شرطة مش يعني فهمت انت اي شرطة حتى شكل اختلاف ما هيش شرطة شرطة 100% انا كراب وكراب وفاة العبادة ما تخليش حتى سيقوم